الأسلحة التي يستخدمها النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية التي هاجمت المملكة العربية السعودية في مايو الماضي وقبل 4 أيام كذلك. هذه الطائرة المسيرة هي من صناعة إيرانية من نوع دلتا وينج، وكل المكونات التي استعدناها وحللناها عبر خبرائنا تشير إلى أن القدرة أن هذه القدرة من قدرات النظام الإيراني. وتشاهدون هنا الحطام لأحد الصواريخ، صواريخ كروز التي سقطت قبل أن تصيب هدفها في بجيك. وفي الجهة الأخرى هذا هو ما استخدم في الهجوم على منشأة خريص، وتم استخدام 4 صواريخ كروز، وهذه بعض النماذج التي أظهرناها لكم، وقد قمنا بتحليلنا لهذه الأسلحة. ما ترونه هنا هذه الصواريخ التي تم توجيهها لبجيك وسقطت قبل أن تصيب هدفها، وقد استعدنا وقد استعد 2 منهم، وخبراؤنا يعملون الآن على نزع العبوة الانفجارية عالية، العبوة عالية الانفجار من هذا السلاح. كما تشاهدون هذه الأسلحة تم استعادتها، كما تشاهدون هناك 7 طائرات مسيرة مشابهة لتلك التي تم استخدامها في الهجوم على عفيف والدوادمي في مايو الماضي. هي ذات المكونات، ذات العناصر، ذات القدرة النوعية لنظام التموضع العالمي، والبيانات التي تمت برمجتها في داخل هذه الطائرة، ونحن مستمرون في تحقيقاتنا لتحديد مكان إطلاق تلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز بالضبط. هذه هي من تلك الصواريخ التي لم تصب بجيك وسقطت قبلها، ونحن نعمل حاليا على مشاركة المعلومات التي نمتلكها من المعلومات من الشرائح الإلكترونية مع خبراء الأمم المتحدة، وسنشاركها مع حلفائنا.